المنتخب الاولمبي طبعا مقبل على بطوله الامم الافريقيه للشباب، فالاستعدادات طبعا مهمه جدا جدا. النهارده في معسكر ومرحله تانيه من هذا المعسكر هتكون في العين السخنه من خلال تدريبات في استاد السويس الجديد او كمان في ملعب وادي دجله، تدريبات مهمه. نتمنى كل التوفيق للكابتن شوقي غريب، وامبارح كان ليه تصريحات مهمه كمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الاولمبي، وكلنا بندعمه كلنا بنسنده. في قلق شويه بعد المباريات الوديه، بعد تغيير مراكز بعض اللاعبين في توقيت انت محتاج خلاص تثبت الدنيا، يعني تثبت اللعيبه كل واحد يحفظ مركزه، لكن كل الامور دي وكل المباريات الوديه مش محل تقييم خلاص دلوقتي. احنا في ظهر كابتن شوقي غريب، في ظهر المنتخب الاولمبي عشان يتحقق المراد، واللي بيتمثل في الفوز باللقب، وده هدف تاني بالمناسبه. الهدف الاول هو الوصول لاولمبياد طوكيو. ليه بقول ان هو الهدف التاني؟ لان انت بمجرد ما تتاهل للنهائي فانت خلاص كده حققت الهدف الاول وهو الوصول للاولمبياد. الهدف الثاني بقى هتدور عليه هو الفوز بالبطوله باذن الله، فاحنا عايزين الهدفين يتحققوا عشان باذن الله نرجع الفرحه للشعب المصري والجمهور الكوره في مصر بعد الاخفاق الكارثي في بطوله الامم الافريقيه للكبار في مصر من 3 شهور تقريبا.